لكم ريم كلمة خاصة جدا حول رؤيتها في التغيير، وبعدها سنستمع إلى الصوت الجميل. لا سبيل للتغيير دون أن يكون مريدي التغيير في مواقع صنع التغيير. كيف؟ بمعنى فعل حقيقي على الأرض. هل لا يوجد فعل حقيقي على الأرض؟ نعم، توجد أفعال مثل الأمنيات. دعوني أحدثكم. أحياناً أمشي في شوارع صنعاء، أضع السماعات في أذني، مشدودة الانتباه مخافة التحرش، وأستحضر نموذج فتاة غربية تمشي في الشارع تحدث نفسها، وإذا ما فاجأتها أغنية راقصة تدور حول نفسها وتتمايل. لا أستطيع فعل هذا في صنعاء، تعرفون سأكون عرضة للرفض وللاستهجان، وربما ما هو أسوأ من ذلك. أفكر لماذا لا أستطيع؟ طبعا الإجابة واردة، لأنه في مجتمع كمجتمعي الحرية الفردية غائبة. لماذا الحرية الفردية غائبة؟ لأن من يمشون معي في الشارع ومن يقطنون البيوت ليس لديهم وعي كافي بالحقوق والحريات. لماذا كل هؤلاء ليس لديهم وعي كافي بالحقوق والحريات؟ لأنه ليس لدينا نظام تعليمي وثقافي يغرس هذه المثل منذ الطفولة. لماذا ليس لدينا نظام تعليمي وثقافي كافي؟ لأن دولتنا لا تنعم لا بالرفاه ولا بالرخاء الاجتماعي ولا بالمؤسسات التي ستصنع ذلك. لماذا أيضا هذا؟ لأن هذه الدولة لا تنعم بالاستقرار الأمني. لماذا هذه الدولة لا تنعم بالاستقرار الأمني؟ لأنه لا توجد شكل دولة ذات مؤسسات تصنع كل ذلك. واو، لماذا لا توجد شكل دولة؟ لأن هناك قادة لا يسعون لفرض هذا الأمر على الأرض. هذا يصيب بالإحباط فعلا. حاولت صباحا أن أبحث عن إحصائيات دقيقة لعدد سكان الوطن العربي خلال العامين الأخيرين، وكانت كل الإحصائيات منذ العام 2012. عدد سكان الوطن العربي في العام 2012 كان 367.4 مليون نسمة. يمثل الشباب العربي نسبة 70%. الشباب حسب تعريف الأمم المتحدة هم الفئة التي تكون بين 19 و25. بمعنى واو، إننا مجتمع فتي، مجتمع شاب. هذه أرقام تبعث على السرور والسعادة. لكن بالمقابل كانت الإحصائيات التي تلي هذه الإحصائية مروعة وتشعر أي قارئ بالكمد. نسب العنف، الإرهاب، البطالة، الأمية، بمعنى مستقبل أسود ينتظر هؤلاء 70%. أفكر منذ العام 2011 كنا قررنا فجأة أن نستبدل ضميرهم بنحن، ونزلنا إلى الشوارع وكنا دائما نقول نحن. كان ذلك حلما كبيرا للغاية، وقررنا أن نصنع التغيير. تعرفون ما الذي حدث؟ فجأة عدنا لاستخدام ضميرهم. من هم؟ هم من يصنعون شكل الدولة، بالأصح من صنعوا سابقا ويصنعون حاليا هذا الحاضر المروع الذي نراه كل يوم على شاشة التلفاز ونتعايش معه. إذن حال 70% من الشباب حاليا سيء، لكن بالمقابل سيكون أسوأ بمراحل في السنين القادمة. طبعا هذا وفقا للمعطيات التي ترونها كل يوم. بالضبط الآن نقول كلنا هذا ليس عدلا، بمعنى أن تصنع أجيال سابقة وصنعتها أجيال سابقة أن تصنع كل هذا الشيء ونتحمل نحن عبئه وندفع ضريبته. لكن بالتالي الذنب أيضا ذنب هؤلاء 70% الذين رضخوا ويرضخون ويستمرون بالرضوخ لهذا الفعل. أفكر هل التغيير يأتي من الأسفل إلى الأعلى، أي من الحراك في الشارع فيتصاعد إلى الطبقات والنخبة، أم التغيير يفرض من الأعلى إلى الأسفل؟ طبعا سابقا والآن كلنا نقول أنه يجب أن يبدأ من الشارع، بمعنى أن يكون الشعب مستعدا للتغيير بكافة أوجهه، ونستحضر نماذج غربية، نماذج ديمقراطية ناشئة، نماذج دول حديثة. لكن بالنسبة لنا لم تعد لدينا هذه الرفاهية، بمعنى أن المعطيات تخبرنا أنه من المستحيل
للشعوب العربية أن تحدث تغيراً في ظل الاستقطاب الحاد الطائفي والمناطقي والأيديولوجي والديني وكل ما يمكن للعالم أن يحدثه من سيئات. لذا أقول، ماذا لو أننا نحن 70% استبدلنا ضمير الغائب هم ثم صنعنا التغيير من الأعلى إلى الأسفل؟ كيف؟ لا سبيل للتغيير دون امتلاك أدوات سياسية. الأدوات السياسية هي ما يمكننا أن نكون في العملية السياسية ضمن جميع مستوياتها التنظيمية فاعلين ورقابة. ما هي الأدوات السياسية؟ بالنسبة لي يجب على الشباب العربي المسيس بالفطرة أن يتملك كل ما يمكنه أن يحدث تغيير، كل ما يمكنه أن يصل إلى الشارع، ولكنه يبدأ من الأعلى، أي يسعى في اتجاهين متوازيين. وهذا ليس بصعب على 70%، بمعنى أنهم من الشارع وإلى الشارع، لكن اختاروا أن يظلوا في الشارع أو اخترنا نحن، بمعنى أنني لم أعد أريد أن استخدم ضمير الغائب هم. ما هي الأدوات السياسية؟ سألت السؤال سابقاً، ربما منظمات مجتمع مدني، ربما أحزاب سياسية، ربما حملات مناصرة، ما الذي حدث؟ أعتقد أحزاب سياسية ستكون شيئاً مهماً، بمعنى في دول ما هناك حراك، لكن الحراك دائماً لا يتمثل في أداة سياسية تصل إلى مواقع صنع التغيير، مثلاً في تونس، مثلاً في مصر، لن أذكر اليمن بالطبع لأننا في وضع لا يسمح لنا الآن بالحديث عن انتخابات، لكن مع ذلك يمكننا أن نستغل هذا الوضع في استخدام أداة سياسية في حل انتخابات برلمانية أو ما إلى ذلك من العملية السياسية التي تسهم فيما بعد بصنع القرار. هل نستطيع نحن 70% ضمن 367.4 مليون؟ أعتقد أنه نعم، بالنسبة لي أعتقد نعم جداً. الآن في هذه اللحظة أبي وأمي يقطنون قرية في الجنوب اليمني، ليس لديها مشاريع، لا ماء ولا كهرباء ولا طرق ولا مستشفى ولا مستوصف، مدرسة ابتدائية فقط بنيت في نهاية الثمانينات، ليس حتى في التسعينات، ولم تصل حتى إلى الثانوية. لذا في حال قررت أنني أساعد هذه القرية وناسها الطيبين، ليس من سبيل آخر سوى أن أكون في موقع قرار يضمن لهذه القرية التنمية بكافة أشكالها. إذن لا سبيل للتغيير سوى أن نكون نحن 70% في أماكن صنع القرار، وأن نستبدلهم بنحن، وألا نرضخ أبدا كما لم نرضخ في 2011. واو، المرة دي مش هايل. أشهر إجابة قالتها النهاردة ريم. ريم لفتت نظري جدا، ولا أكلمكم باللغة العربية الفصحى أحسن؟ الفصحى أحسن؟ أوكي. بالمصري؟ طب. لفتت نظري جدا جدا عندما قالت أنا أتمنى أن أسير في الشارع وأغني وأرقص دون أن يلتفت أحد لي ودون أن يتعدى أحد على حدود حريتي. أنا فعلا فخوره بك ريم، وفخوره بافكارك. ان شاء الله التغيير قادم بكم. 70%. شكرا.